السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شوكم شباب؟ إن شاء الله بخير، وياكم سامر راوي من قناة كيف. طبعا درسنا هذا اليوم هو كيفية تصميم شعار جوجل بالأدوبي إليستريتر. طبعا راح نسوي مثل هذا الشعار، اللي راح نسوي كالتالي: نفتح صفحة جديدة نيو، بعد ما فتحنا صفحة جديدة راح نكتب حرف جي، ونكبر الحجم، بعدها نختار الخط. طبعا الخط المستخدم راح استخدمه هو سنتري جوثيك، هذا الخط. طبعا راح احط لكم رابط الخط بالوصف، تقدر تحمل الخط انت، ونسوي هذه بولد. الخطوة التالية نروح على هذا الخط Line Segment Tool، ونسوي كالتالي مثل ما سويت يعني. طبعا ملاحظة، لازم يكون بدون ألوان الخط. نسوي خط ثاني منه، نعم. الآن ايش راح نسوي؟ نحدد جميع الليرات الموجودة عندنا، نروح على Object، بعدين نروح على Expand، نضغط على OK، بعدها نروح على Pathfinder، نضغط على Divide. بعد ما سوينا Divide نضغط على هنا Double Click، ونختار اللون. طبعا هاي الالوان راح نسويها احنا، هذا اللون احمر وهاي اصفر. هذا اخضر، هذا هم كذا انتهينا من درس اليوم، وهذا هو طريقة تصميم شعار جوجل الجديد. لنهاية الفيديو اتمنى ما تنسون تسوي لايك وتشترك بقناتي اذا كنت ما مشترك. مع السلامة.